نروح لزميلنا العزيز أمير هشام ورسالة من كواليس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. أمير، بنصبح عليك في البداية أنا وكريم وكل جمهور النادي الأهلي. صباح الخير. صباح الفل عليك يا نهاوند، تحياتي ليكي ولكريم والكابتن الكبير طبعا كابتن عادل طعيمة، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. بص يا امير، سريعا عندي نقاط كده، وطبعا هترك ليك المساحه ان انت تطلعنا على الجديد، ولكن اكيد النهارده المسحه الرسميه هتكون، خلينا نعرف كده التفاصيل، التوقيت بس ان شاء الله هيكون امتى ولا هي تمت، يعني خلينا نتعرف على المسحه الرسميه والاخيره دي حاجه. تاني حاجه، كنا سمعنا ان مفروض كان في شويه كلام ان في غضب بسيط من موسيماني قبل اجايي لان كان في زياده في الوزن، هل الكلام ده حقيقي او لا؟ ولو كان حقيقي مدى تاثيره على مشاركه اجايي؟ الحاجه الثالثه اللي برضو عايزه اعرفها منك ومهمه جدا، يعني اكيد الروح المعنويه والمدى الجاهزيه هنا الفنيه كمان للفريق. اتفضل يا امير. طيب خليني اقول لك في البدايه يا نهاوند ان النهارده المسحه كانت المسحه الرسميه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم لبعثه الاهلي بالكامل، ودي كانت في تمام الساعه 9 صباحا، وكل افراد البعثه طبعا عملوا المسحه دي، نتيجتها باذن الله تخرج على اخر اليوم النهارده يعني، وباذن الله الكل يكون سليم والكل يكون عينته سلبيه عشان باذن الله الفريق بالكامل يكون متاح بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. لكن فيما يتعلق بجونيور اجاي، ما فيش اي مشاكل خالص لجونيور اجاي مع مستر بيتسو موسيماني. امبارح اجاي كان بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، ما فيش اي حاجه خالص، مشارك كمان في التقسيمه، الامور جيده. هو اجاي ممكن يكون بعيد شويه الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه اللي كانت في نهائي القرن، واللي كان من خلالها او المباراه اللي كان من خلالها الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه، ف الامور طبيعيه، ما فيش اي مشاكل خالص ما بين بيتسو موسيماني وجونيور اجاي، واللاعب متاح بالنسبه للمدير الفني على حسب رغبته في الدفع بيه في المباراه او لا، دي حاجه ترجع لموسيماني بكل تاكيد. ده فيما يتعلق كمان بجونيور اجاي. السؤال الثالث بقى كان ايه؟ فكريني. كان الروح المعنويه، مهم ان الجمهور يطمن عليها ومدى الاستعداد، وفكره هنا كمان الجاهزيه الفنيه، عايزين نطمن منك يا امير. في بنون كمان عايزين نطمن عليها. وبدر بنون طبعا، ان الاصابه يعني اللي طيب كنا ذكرناها. الجاهزيه الفنيه اكيد هكلمك عن بدر بنون وهنطمن كل جماهير الاهلي باذن الله، لكن انا عايز اطمن الجمهور بخصوص الحاله المعنويه والفنيه في اعلى معدلاتها. في الحقيقه الكل جاهز، الكل يعني مستني المباراه خلاص، التركيز عالي جدا جدا، دراسه فريق الدحيل تمت على اكمل وجه من قبل مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين من خلال المحاضرات المختلفه اللي كانت على مدار الايام اللي فاتت، وكمان النهارده هيكون في محاضره مهمه كمان بالمناسبه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين عشان يضع النقاط الاخيره بخصوص كيفيه يعني خوض هذه المباراه الهامه في بدايه مشوار الاهلي باذن الله في كاس العالم للانديه. لكن الأهم بقى هو بخصوص بدر بنون، والكل طبعا يعني عايز يعرف آخر التطورات بخصوص إصابة اللاعب. خليني بس أحكي بعض التفاصيل كده بخصوص بدر بنون. امبارح في التمرين في آخر بالتحديد 5 دقائق في التقسيمه، يعني هو كان بيأدي التقسيمه بشكل اكثر من رائع، واللاعبين كلهم شاركوا بشكل مميز جدا. في الحقيقه التقسيمه كانت على الملعب كله كانها مباراه ما بين فرقتين، فبالتالي بدر بنون في اخر 5 دقائق تحديدا في كره مشتركه كده رجله يعني فيها كدمه، خد كدمه في الكاحل، ما قدرش ان هو يكمل التقسيمه، خرج. فعلى طول طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله، في الحقيقه طبيب مميز جدا، يعني لف الكاحل بالنسبة لبدر بنون مع وضع تلج، وبدر ما كانش قادر يمشي شوية بعد التمرين مباشرة أو بعد ما خرج من الملعب مباشرة، دخل غرفة خلع الملابس بعديها بنص ساعة لما اللاعبين خلصوا التمرين وخلصوا يعني غيروا ملابسهم داخل غرفة الملابس، كان الوقت استغرق حوالي نص ساعة لحد ما ابتدوا يركبوا الأتوبيس الخاص بيهم عشان يرجعوا للفندق. وهو خارج من الغرفة بتاعة الملابس كان ابتدى يدوس على رجله بشكل افضل بكتير عن اول وهله للاصابه يعني، فده شيء طمأن الجهاز الطبي بشكل كبير، وطمأننا كلنا في الحياه كبعثه، كلنا كنا متابعين التمرين، ويعني اتضايقنا شويه ان بدر تعرض لكدمه زي دي وما قدرش يكمل التمرين. الحاله ايه بقى؟ كان في قلق شويه ان ممكن الكاحل يورم،
لو كان ورم كان هيبقى فيه مشكله وما كانش هيلحق بدر بنون المباراه. حتى الان فرص لحقه اكبر من فرص ابتعاده عن المواجهه. بدر بنون رجله الحمد لله ما ورمتش، الامور النهارده الصبح شايفينه وهو رايح يعمل المسحه بيمشي على رجله بالشكل افضل كمان من امبارح بكتير. على مدار اليوم هيكون في متابعه على طول بالنسبه لحاله بدر بنون لحد قبل المران اللي هيكون الساعه 8:30 بالليل، هتكون القصه وضحت بشكل اكبر بالنسبه للاعب. لكن خليني اكد برضو على كل جماهير النادي الاهلي ان فور وصول اللاعب امبارح لمقر الاقامه هنا في المونديال كان في جلسات مستمره من خلال طبيب الاهلي دكتور احمد ابو عبله مع اللاعب، جلسات على رجله لغايه الساعه 2 بالليل كمتابعه بالنسبه لحالته وبالنسبه للكاحل بالنسبه لبدر بنون. الامور في الحقيقه كانت مطمئنه نسبيا، وباذن الله تعالى باذن الله تعالى فرص لحقه زي ما قلت لك يعني هوند بالمباراه اكبر بكتير من فرص ابتعاده عن المواجهه. نتمنى ان باذن الله النهارده يقدر يشارك في التدريبات، برضه في فرص كبيره انه يشارك باذن الله في التدريبات، والامور الحمد لله جيده مش بالصوره اللي احنا كنا متخيلينها امبارح واحنا في ارضيه الملعب مع نهايه المران. يعني خلاص كلنا قلنا ان بنسبه كبيره ممكن بدر ما يلحقش، لا بدر باذن الله فرصه قائمه وبقوه للمشاركه في المباراه، والرؤيه تتضح ان شاء الله مع نهايه هذا اليوم. خليني كمان اقول لك بقى بالمناسبه بعض الكواليس بتتعلق بالبعثه هنا النهارده، هيكون بعد ما المسحه خلاص اتعملت النهارده الساعه 2 تحديدا بتوقيت المونديال هيكون في اجتماع فني بالنسبه للفرقتين، هيكون من خلال الفيديو كونفرنس ومن خلاله هيتم الاستقرار على كل الامور اللي بتتعلق بالمباراه سواء الزي الخاص بكل فريق، مواعيد الوصول، كل الامور اللي بترتيبات اللي بتتعلق بما قبل انطلاق مباراه الاهلي و باذن الله في اولى مباريات المونديال. بعدها الامور هتبقى طبيعيه لحد ميعاد المحاضره اللي هتكون في تمام الساعه 7:15 تحديدا، وبالتالي بعدها توجه الفريق لملاعب التدريبات. ملعب التدريبات بالمناسبه هيكون هو الملعب اللي اتمرن عليه الاهلي على مدار الايام اللي فاتت، مش هيكون الملعب اللي فيه المباراه او اللي هيستضيف المباراه، ده طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكره القدم. لكن بالمناسبه ايضا هيكون في مؤتمر صحفي بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي كابتن النادي الاهلي، ده هيكون على الملعب بقى اللي هيستضيف المباراه، وده هيكون مؤتمر صحفي افتراضي من خلال الفيديو ايضا مع بعض الصحفيين، و هيبقى في نظره كده ومعاينه للملعب وارضيته من قبل موسيماني وايضا كابتن الفريق محمد الشناوي. ده هيكون قبل المران مباشره اللي هيكون في نفس المكان اللي كان عليه تدريبات النادي الاهلي على مدار الايام اللي فاتت. الاستعدادات ماشيه بشكل جيد جدا، الكل يعني متحمس بشكل كبير لاسعاد جماهير النادي الاهلي باذن الله تعالى من خلال اول مواجهه باذن الله. أمير طمنتنا، يعني بنشكرك جدا على التغطية دي، وأكيد تغطيتنا مستمرة زي ما متعودين مع حضراتكم على قناة الأهلي. شكرا ليك يا أمير جدا.